تعبير منها، هي عبارة عن نموذج مشرق. عندما توا يعني لوفرتي اوفيسيون pour se reproduire. Et puis à partir de mois de إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك، حيث أن إعداد مشاريع استراتيجية شراكة بين بلداننا في مجال الزراعة بشكل عام ومكافحة الجراد بشكل خاص لتحقيق الأهداف المرجوة. وعلاوة على ذلك، لابد من العمل المشترك وتوحيد الجهود للقضاء على هذه الآفات التي تهدد المحاصيل وتضعف اقتصاد دولنا. ولابد أيضا من جهة أخرى من تشخيص الأسباب واتخاذ التدابير التي من شأنها تخفيف القيود الموجودة من حيث العرض الزراعي.